مشاهدينا الكرام في كل مكان في العالم، سلام المسيح يملأ قلوبكم. احنا معاكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج الدليل. بداية بنحب نهني بعض الكنائس اللي بتحتفل بكرة بنعمة المسيح بعيد استشهاد القديسين بطرس وبولس أو عيد الرسل. حلقتنا النهاردة احنا بنكمل بنعمة المسيح برضو حلقة الأسبوع اللي فات، وهي وادي البكاء أو بكة في الكتاب المقدس BACA، زي ما هي موجودة في كل التراجم حسب تعبير الشيخ زغلول. في الحلقة دي يكون في جزء من الحلقة شرح للمزمور، بس مش شرح عادي، لكن شرح بيوضح، يعني بيصب في نفس المجال بتاعنا وبيوضح مدى السرقات، مدى التحريف اللي بيحصل في الكتاب المقدس، طمس بعض الحقائق إلى ما يعني الأساليب اللي بيستخدموها الشيوخ. عندنا الحلقتين الجايين زي ما نوهنا قبل كده هتكون حلقات مسجلة وحتكون عن تناقضات القرآن. طبعا ده بسبب ظروف الأخ وحيد، بسبب ظروف الخدمة، محتاجين صلاتكم لأجله وإنه الخدمة تكون مثمرة 100% أو 100 ضعف. إحنا في انتظار مشاركاتكم في الحلقة دي، طبعا هي حلقة مباشرة، ففي انتظار يعني إيميلاتكم، في انتظار تليفوناتكم، وتواصلوا معنا كمان على الفيسبوك. خلينا نرحب به الأخ وحيد وندخل في موضوع الحلقة. وحيد أهلا وسهلا بك. أهلا فدوى، وأهلا بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان. الرب يبارك حياة الجميع وسعداء نكون معكم في حلقة جديدة من برنامج الدليل. أهلا بك. إحنا قبل ما ندخل لشرح المزمور في يعني سؤال قبل المزمور. إحنا المرة اللي فاتت أنت وريتنا في بعض الأماكن باسم بكا BACA زي ما قال الشيخ. يعني هو بيتكلم عن المزمور اللي اسمه 84/6، بيقول طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى حج بيتك. ده حسب كلام الشيخ زغلول، حسب كلام زي ما هو قال. بيتك طبعا اللي هو الكعبة، صحيح. فزي ما شفنا أنه في أكتر من مكة أو بكة، هل في أكتر من كعبة في العالم، ولا هي الكعبة الوحيدة اللي موجودة اللي احنا بنعرفها بتاعة النهاردة يعني؟ طيب، شكرا للسؤال. بداية إذا سمحت لي قبل أن أدخل في الإجابة على السؤال، أنا شيء لفت نظري، احنا كان عندنا الحلقة الأسبوع السابق يوم الاثنين، نعم، وفي مصر بتكون على الساعة 8 تقريبا مساء. فوجئت بالشيخ زغلول النجار عنده مقال يوم الثلاثاء مباشرة بيتكلم عن الأخلاق، يعني مفروض أنه إحنا فقدنا الأخلاق في هذا العصر يعني. وكأنه عاوز يعني تغطية لما كشفناه هنا في برنامج الدليل عن تحريفه وتزويره في القرآن وعدم احترامه لا للقرآن ولا للأحباء المسلمين. وأنا هنا حابب أعرض المقال في اليوم السابع. زغلول النجار يقول مرشحو الرئاسة لا يصلحون لحكم مصر. فلو شفناه كده عرضناها للأحباء المشاهدين، أنا هكبر كده العنوان: زغلول النجار مرشحو الرئاسة لا يصلحون لحكم مصر. ولاحظوا هنا التاريخ إمتى؟ الثلاثاء 5 يوليو، وإحنا كانت الحلقة الاثنين 4 يوليو. ثم الجزئية اللي لفتت نظري يقول إن مصيبتنا في الجزئية دي الآن في الوطن العربي والإسلامي هو غياب الأخلاق والقيم. وأنا بقول للدكتور زغلول فعلا يعني في أزمة، لأن من يحرف قرآنه كتابه المقدس، ليس هناك أكثر من ذلك، وبقصد وبكذب وبتدليس، أعتقد فعلا هي مصيبة كبيرة، لأن العالم فقد الشرق يعني أو الوطن العربي والإسلامي كتعبيره، فعلا غاب في الأخلاق والقيم. هو يعني بالنسبة له هو بيبقى الوضع يعني مصيبة أكبر، لأنه زي ما أنت بتقول الكتاب المقدس طبعاً بيحرف. يعني إذا كان الناس العاديين أو حتى اللي بيتطلعوا للسلطة مجرد بشر في النهاية، ويعني أخلاقهم مهما كانت مش هيحرفوا في الكتب المقدسة بتاعتهم. صحيح.
نعم. طيب أرجع لسؤالك، هل كان في أكثر من كعبة؟ خلينا نعرف الكعبة عند العرب، إيه كانت الكعبة؟ لأنه ده موضوع مهم جدا، ربما يكون لأول مرة كثير من الأحباء المسلمين بيعرفوا الكلام ده. هنا بنشوف في سورة المائدة، تفسير سورة المائدة للفخر الرازي والثعالبي 95، والمائدة 96 تفسير المحرر الوجيز، والمائدة 97 للألوسي والبغوي والثعلبي، وفي تهذيب اللغة لأبي منصور محمد، واللباب في علوم الكتاب، كل ذي مراجع. وهناك الكثير يقول: وكل بيت مربع عند العرب فهو كعبة. تخيلي، كل بيت مربع، كل بيت مربع عند العرب هو كعبة، لأنه كانوا عايشين في خيام طبعا، خيام. ولكن حينما يكون هناك بناء مربع يسمى كعبة، أي بيت، كل البيوت. فبالتالي من هنا نبدأ في يعني حساب عدد الكعبات التي كانت موجودة في جزيرة العرب. فكل بيت مربع كعبة، يعني هو مش اسم خاص بالمبنى ده بالذات، لا 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 إطلاقا. من الذي قال هذا الكلام؟ ولا مراجع الأحباء المسلمين تقول ولا تزكي هذا المفهوم أن هناك بس هذه الكعبة، لا. وأنا سأقدم أدلة الآن. مثلا أنا أقدم عدد بسيط من الكعبات اللي كانت موجودة في الرحيق المختوم، العرب، باب العرب، الأرض والشعب، ديانات العرب، يقول لنا أن هناك كعبة كانت اسمها ود، كانت لقبيلة كلب بجرش بدومة الجندل. سواع، كعبة اسمها سواع، كانت لهزيل ابن مدركة بقرب مكة. يغوث، كعبة اسمها يغوث، كانت لبني غطيف عند سبأ. يعوق، كعبة اسمها يعوق، كانت لهمدان باليمن. نصر، كانت لحيمر. احنا بنتكلم عن يعني عدد من الكعبات، ذو الخلصة لدوس وخسعم، بين مكة واليمن، قريبا من مكة، أو بين مكة واليمن. فلس، بين جبلي طي سلمى وأجأ. ريام، بصنعاء، لأهل اليمن وحيمر. رضاء، بيت لبني ربيعة ابن كعب. الكعبات، لبكر وتغلب. إذن إحنا هنا أمام عدد كبير من الكعبات، نعم، التي كانت أيضا تقدس عند العرب. يمكن واحد يعني يقول إنه لا، دي هذه مجرد كانت بيوت وليست كعبات بمفهوم الديني للعبادة. لا، أنا حابب أني أكمل معه. يقول: وقد اتخذوا لهذه الطواغيط بيوتا كانوا يعظمونها كتعظيم الكعبة، الكعبة المعروفة لدى المسلمين. وكانت لها سدنة وحجاب، وكانت تهدى لها، يعني بيذبح لها، يذبح كما يهدى للكعبة. وهكذا انتشرت الأصنام ودور الأصنام اللي هي الكعبات في جزيرة العرب. يعني أنا عاوز أسأل الشيخ زغلول النجار، أي كعبة تقصد أنت لما أنت عاوز تحول هذا البيت من أرض فلسطين وإسرائيل تنقله إلى السعودية، لأنهي كعبة في دول؟ لأي بيت في هذه البيوت التي كان يعظمها العرب ويقدسونها؟ ولاحظي جزئية هامة جدا، بنشوف في ابن كثير لسورة النجم 19، وفي السيرة لابن هشام حديث عمرو ابن لحي، يقول: وكان ذو الكعبات، ده بيت اسمه كده، ذو الكعبات، لبكر وتغلب ابني وائل إلى آخره. وفي الاشتقاق للعلامة ابن دريد في المقدمة يقول: وذو الكعبات بيت كانت تحجه ربيعة في الجاهلية. حج، كان في حج لي، يعني مش بس الكعبة دي اللي كان بيحج ليها، كل الكعبات كان بيحج ليها، لأنها أماكن مقدسة لدى العرب. أنت عارف ده بيثبت إيه؟ إيه؟ بيثبت أنه الكعبة الحالية هي بيت للأصنام طبعا، عادي زيها وزي أي كعبة تانية كان بيتحج لها وبيهدى لها. طبعا ما في شيء اختلاف، من الذي قال أن هناك اختلاف؟ حتى حينما جاء رسول الإسلام، ما هو وجد في الكعبة دي عدد هائل من الأصنام في الداخل، وأخرج من داخل هذه الكعبة، ودي أخرجها بعدين،
طبعاً. يعني هو أخذ فترة هو بعد ما فتح مكة. نعم. لكن قبل ذلك كان بيطوف والأصنام موجودة داخل هذه الكعبة. إذن طيب كانوا بيحجوا، واحد يقول طيب كان الزيارة، لكن ليس لها الطقوس التي لدى المسلمين. يهدى للكعبة. إضافة إلى يهدى للكعبة بقى، في مقاييس اللغة لأحمد ابن فارس في كتاب الكاف تحت كلمة كعب يقول وذو الكعبات بيت لربيعة وكانوا يطوفون به. طواف. طواف. يعني زي ما هو موجود في الكعبة النهاردة الطواف. نعم. كان موجود كعبات أخرى كثيرة يطوفون حولها ويقدسونها ويهدى لها ويذبح لها. ليس هناك اختلاف. في المخصص في اللغة لابن سيد وكتاب الطعام باب داء الوجه يقول وكان لربيعة بيت يطوفون به يسمى الكعبات، وقيل ذا الكعبات، موجود بيت يطاف حوله. في الساق على الساق فيما هو الفارياق لأحمد فارس الشدياق كتاب الكتاب الثاني تحت دحرجة جلمود يقول والكعبات أو ذو الكعبات بيت كان لربيعة كانوا يطوفون فيه. دي هي الجزئية. والربة كعبة لمذحج، يعني كمان في كعبة أخرى لقبيلة أخرى. إذن الآن نحن أمام عدد هائل من الكعبات، كان العرب يطوفون حول هذه الكعبات يقدسونها يذبحون لها يطوفون حولها يحجون إليها. ما الفرق بينها وبين هذه الكعبة؟ وأنا سؤالي للدكتور زغلول يعني إلى أي كعبة تريد أن تحول الوادي، وهو وادي ثقيل عليك مش هتقدر تشيله يا شيخ زغلول، لأنه سبقوك كثر حاولوا أن ينقلوا هذا الوادي، وربما أشهرهم ابن قيم الجوزية ولم يستطع. عد ابن قيم في التاريخ وظل الوادي كما هو في مكانه، لأن الحق لا يستطيع أحد أن يزعزع على الإطلاق. حتى سؤال للمسلم يعني وحيد، يعني إيه الفرق دلوقتي؟ هو بيسمع الكلام ده، بيسمع أنه في كعبات تانية كان الناس بيحجولها وبيطوفوا حواليها وبيذبحوا ذبائح. طب يعني ليه الكعبة دي بس هي كل الموضوع أن هي نسبت لله بس، ده كل الموضوع، بس هي زيها وزي أي كعبة تانية موجودة. صحيح. الذين حاربوا عن هذه الكعبة كانوا هم الأقوى، ولذلك بقيت هي بينما انتهت. أزيل البقى. طبعا أزيلت الكعبات الأخرى، لكن بقيت هي لأن قريش كانت الأقوى والذين دافعوا عنها كانوا هم الأقوى. والموضوع تجارة بحت، يعني كان الموضوع تجارة، حتى هذا يثبت من سورة التوبة 28 إنما المشركون نجس فلا يقربوا بعد عامهم هذا إلى المسجد الحرام. وصرخ المسلمون وقالوا له طيب يعني إحنا سنحتاج، لأنه الحج موسم شراء وبيع وتجارة. نقرأ الكارثة بقى في تفسير سورة التوبة 29 أنه أخذ لهم عوض عن التجارة الجزية من أعناق أهل الكتاب. فالجزية يعني شرعت بصورة واضحة جدا في سورة التوبة 28-29 بعد أن حرموا من التجارة، لأن المشركين كانوا يذهبون ويتاجرون. فإن خفتم عيلة، يعني إن خفتم فقرا كما هو في سورة التوبة 28 الله سيغنيكم. طيب حيغنيهم إزاي؟ من أعناق أهل الكتاب، فليعطوا الجزية عوضا عن التجارة التي كانت موجودة. يعني أنا مش عارفة بصراحة، الكلام اللي أنت بتقوله ده كلام صعب جدا. يعني معليش أنا آسفة لكل الأحباء المسلمين، بس يعني سؤال لازم يتقال، يعني إيه الفرق بين الكلام اللي إحنا بنسمعه ده وبين عمل البلطجية؟ أنا مش شايفة في أي فرق. معليش أنا آسفة. نواصل الموضوع. طيب أنا عندي حديث الحديث أنا بحس عنه يعني بصورة جيدة. الحديث مهم ويعني عن اجتناب الكعبات، بس أنا عايز أنوه للدارسين من الأحباء المسلمين حتى ما في حد يقول لا هذا الحديث يعني موقوف على عبد الله بن مسعود. أقول له نعم، في المطالب العالية لابن حجر العسقلاني في كتاب الخلافة موقوف فعلا يعني على عبد الله بن مسعود. موقوف يعني ده يعني آخر واحد بس هو اللي لا آخر واحد ذكر في الحديث، يعني الحديث ما واصل لرسول الإسلام. أوكي. آخر واحد وقف عنده هو عبد الله بن مسعود، واحد من الصحابة المشهورين. وفي مساوئ الأخلاق للخرائط أيضا صح، لا يعني واقف عند عبد الله بن مسعود.
وفي ذم الملاهي لابن أبي الدنيا في باب في المزمار أيضا عند عبد الله بن مسعود. ولكن للدارسين ارجعوا إلى جامع المسانيد والمراسيل لعبد الرحمن جلال الدين السيوطي حرف الهمزة في تحت الإكمال من الجامع الكبير الحديث لرسول الإسلام، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه الكعبات الموسومة التي يزجر بها زجرا فإنها من الميسر. يعني ده اعتراف أنه في كعبات طبعا على أيام رسول طبعا الإسلام، طبعا كان في كعبات أخرى، ولكن الكعبة التي بقيت هي الكعبة التي قيل لرسول الإسلام في سورة البقرة عفوا 143 فلنولينك قبلة ترضاها. وأنا أستغرب من الذي يرضى؟ هل الله يرضي العبد ولا العبد الذي يرضي الله؟ حتى المفاهيم اللاهوتية عندنا مختلفة تماما. نحن الذين نرضي مفروض عن طريق عمل الله فينا نرضي الله، لأن ده مكان عبادة. صحيح، ده مكان عبادة، فالمفروض أن الله يكون راضي عن المكان. صحيح. مش أنا اللي أبقى راضية عليه. فنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. طب ما هو المسجد الحرام كان قدامه، سايبه ليه؟ ليه سايب أول بيت وأعظم بيت وأفضل بيت وضع للناس ومتجه لبيت المقدس وسايبه وراه؟ كلام مش راكب مع بعضه. وبعدين إيش معنى الكعبة دي؟ طب ما في كعبات كثيرة جدا موجودة، لماذا هذا البيت؟ لأنه هو الأقوى وده اللي بيعرفه رسول الإسلام وهو من قريش، فبالتالي إن يعني إن كان سيزكي بيتا فيزكي هذا البيت. بعد أن رفضه المسيحيون والمسلمون اتجه إلى المشركين واليهود والنصارى. طبعا عفوا اليهود والنصارى، اليهود والمسيحيون اتجه إلى المشركين اللي هي الكعبة دي تبعهم. طبعا الكعبة دي تبعهم. صحيح. طيب إحنا أعتقد وصلنا لشرح المزمور. صحيح. فأنا ما أعرف هو دلوقتي اتكلم عن يعني أخذ كلمة زي ما إحنا شفنا المرة الفاتت، في أي كلام أو آيات في المزمور بتؤكد أن المزمور ده خاص باليهود مش خاص بقريش؟ الجو كله جو عبادة يهودية بحتة، ما علاقة هذا المزمور بقريش وبمكة وبكة؟ يعني هؤلاء الشيوخ يعني يريدون أن يخدروا ضمائرهم، عارفين أنه في إشكالية، عارفين أنه يعني هل أنا أسأل أنت بتاخذ من الكتاب بتقول له إيه يعني الكتاب ده؟ أنت كتاب محرف بس أنا مش عارف أستغنى عنك، أنا محتاجك يعني. أنا محتاجك محتاجك لأنه عايز أكمل بيك العقيدة بتاعتي. يعني هل نصل إلى هذه النتيجة؟ فلا علاقة لهذا، ده هذا مزمور في جو يهودي بحت، لا علاقة له على الإطلاق. هو لقى مجرد وادي البكاء نوديه بكة ونقول له إثبات لوجود بكة في الكتاب المقدس، كلام لا علاقة له بالحقيقة. طيب إذن أثبتنا أنه في أكثر من كعبات، فليبحث الدكتور زغلول النجار وأمثال اللاهسين خلف الكتاب المقدس المبارك ليشحتوا منه آية لتثبت له عقيدته، فليحل موضوع الكعبات ده في البداية. أما الآن فأنا أستغرب للدكتور زغلول النجار أنه بيأخذ كلمة واحدة وادي البكاء، ما هي مش هتفيده غير الكلمة دي. أي فطبيعي لازم يطلعها من الآية بتاعتها، لأنه لو قرأ كل الآية مش هيلقى لها يعني وجود أو خلفية شيء في القرآن، مش هتخدمه. ثم يخرج الكلمة من وسط آية، من وسط مزمور، من وسط سفر المزامير من العهد القديم من الكتاب المقدس، كلمة يطلع بها يقول أهو مكة أهي. وهل ده بحث؟ هل هذا يعني الهراء يرتقي إلى مفهوم بحث؟ مش بيقول لك الغرقان بيتعلق في قشة؟ صح، هي الكلمة دي هي القشة بالنسبة له، لأن هو إنسان غريق يعني. طيب خليني إذن أدخل إلى المزمور. تفضل. في الآية رقم 3 في المزمور، وخلينا يعني أشير للأحباء المشاهدين. نعم. المزمور يقول في الآية رقم 3 العصفور أيضا وجد بيتا والسنونة عشا لنفسها حيث تضع أفراخها مذابحك يا رب الجنود ملكي وإلهي.
مذابحك يا رب الجنود. طيب سؤالي للدكتور زغلول، هل عندك في الإسلام مذابح يا شيخ زغلول؟ هل عندك مذبح في الإسلام؟ وخلي بالك، مذبح يرتبط بذبيحة، مذبح ذبيحة يبقى فيه كاهن، ولا كهانة في الإسلام، ده كلامكم. فإذا كان لا توجد كهانة في الإسلام، فعلى أي أساس أنت تخرج كلمة من هذا السياق اليهودي الذي يتكلم عن مذابح لرب الجنود، ورب الجنود هو تعبير كتابي موجود في العهد القديم، وتريد أن تقول هذه هي الكلمة التي سنثبت بها إسلامنا ونثبت بها مكة؟ نعم. وأنا أعتقد أنه كثير من المسلمين لا يوافقون على هذا الطرح، أنه أنا أروح للكتاب المقدس عشان أثبت جزئية هامة في العقيدة الإسلامية، بكة أو مكة أو إلى آخره. إذن نحن نتكلم عن جو عبادة يهودي، ناس عابرين في وادي البكاء، مش الوادي هو النهاية، عابرين علشان يوصلوا لمكان المذابح في أورشليم، يقدموا الذبائح إلى السيد الرب، هذه هي عبادتهم كيهود. فما علاقة هذا الكلام بمكة وبكة فإذا كان للشيخ زغلول مذابح، يا ريت يطلعها لنا يوريها لنا فين المذابح في مكة وهل عندهم كهنوت في الإسلام؟ ما هو ثلاثة مرتبطين ببعض، مذبح ذبيحة كاهن، وجد الكاهن مذبح وذبيحة، وجد المذبح يبقى فيه ذبيحة وكاهن، وهكذا. فدي أول جزئية أنا بشير بها للدكتور زغلول وأقول له عيب أنك تسرق كلمة من وسط سياق يعني يفحمك تماما، وتقول هذا هو الدليل على صحة الإسلام. عاوز أشرح المذابح إذا كان في إمكانية. اتفضل. طيب بالنسبة للمذابح بتاعت اليهود من فين جات يعني، أو بدايتها في سفر الخروج؟ طبعا البداية التقصية المعروفة في التوراة بالنسبة للعبادة اليهودية، إنما هي المذبح موجود من جنة عدن حينما قدم هناك ذبيحة، وربما الآباء مارسوا هذا الأمر بعد ذلك، ونسمع عن إبراهيم بنى مذبح. طيب هنا يتكلم السيد الرب لموسى، مذبحا من تراب تصنع لي، وتذبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك، غنمك وبقرك في كل الأماكن التي فيها أصنع لاسمي ذكرا، آتي إليك وأباركك. إذن هنا وهم في برية سيناء أثناء الخروج من أرض مصر، عملوا هناك خيمة الاجتماع، وخيمة الاجتماع فيها مذبحين. المذبح الأول هنا اللي بنتكلم عنه ده مذبح المحرقة، نسبة لأنه تحرق عليه الذبيحة، ويمكن أن يسمى مذبح النحاس لأنه مطلي بالنحاس. فهذا هو المذبح الذي يتكلم عنه في المزمور مذابحك يا رب الجنود، لأنه في مذبح ثاني وهو مذبح البخور، أحب أن أشير إليه أيضا في سفر الخروج 30:1، قائلا له: وتصنع مذبحا لإيقاد البخور من خشب الصنط تصنعه. يبقى في مذبح أيضا موجود لخدمة البخور داخل خيمة الاجتماع. ده المذبح اللي ظهر الملاك لزكريا الكاهن قدامه. صحيح، ده المذبح اللي ظهر الملاك لزكريا وبشره بيوحنا المعمدان. أنا هنا عاوز أدي رسمة بس يعني. طيب استنى قبل الرسمة، أنت يعني زي ما قريت دلوقتي إنه المذبح من تراب. صحيح. ليه تراب؟ يعني إيه تراب يتبني من تراب؟ لأنه هو السيد الرب ما كانش عايز أنه يمسك إزميل ويبتدي يشكل وفي الآخر يطلع له شكل صنم أو أي شيء فيقدس الصنم، ولكن يصنع من التراب بحيث أنه ما يكون فيه أي نوع من التشكيل. طيب بالنسبة لمذبح البخور، بالمناسبة التراب جوه المربع اللي هو موجود خشب الصنط من المطلي بالنحاس. طيب مذبح البخور مصنوع من خشب الصنط. صحيح. طيب خشب والبخور بيحتاج لفحم، يعني نار. صحيح. طب ايه الخشب مع النار يعني؟ لا، ما هو مذبح البخور في الداخل مطلي بالذهب،
فإذا الفحم للبخور بيحط على الذهب من فوق. أوكي. مذبح النحاس لأن المحرقة دائما موقدة ونار يعني عالية، فما قالوش اطلي بالذهب لأن الذهب ممكن يسيح مع النار القوية، فطلب النحاس أقوى. مذبح البخور في الداخل يحتاج إلى نار قليلة فطلي بالذهب. فأنا هنا عاوز أشير برضو إلى، لو شاف معي كده الأحباء المشاهدين، يعني ده رسم تقريبي كده لخيمة الاجتماع زي ما أنتوا شايفين قدامكم كده، هذه الخيمة. وهنا بنشوف المائدة خبز الوجوه اللي كان بيقدم عليها الخبز كل أسبوع مرة، وهنا المنارة اللي كانت موجودة في الداخل. طبعا كل المنطقة دي اسمها القدس، القدس. وهنا بنشوف مذبح البخور اللي انت بتسألي عنه، مذبح البخور اللي هو مطلي بالذهب. نعم. بنشوف في الداخل تابوت العهد، ده أهم قطعة في خيمة الاجتماع على الإطلاق، لأنه هنا كان يحل مجد الله بالعمود اللي كان بيورى في وسط الشعب. وهنا بنشوف المرحضة اللي كان يرحض الكاهن جسده قبل أن يدخل إلى خيمة الاجتماع. دل مع بعض الطقوس اليهودية أخذ منا الأحباء المسلمون الوضوء بعد ذلك. وهنا مذبح النحاس اللي انت سألت عنه، ده اللي بيقدم فيه المحرقة، الذبائح. المذبح والمرحضة خارج الخيمة، خارج الخيمة. فهنا آدي مذبح وآدي مذبح، مذابحك يا رب الجنود. فدي المزمور لما بيقول مذابحك يا رب الجنود، يقصد مذبح النحاس ومذبح المحرقة. طب هل المذابح هنا المقصودة في المزمور، هل هي مجرد البناء، خليني أقول الحاجة اللي اتبنت دي، ولا هي العبادة مقصود بها؟ البناء والعبادة، لأن هو ذاهب إلى مكان هذه المذابح ليقدم عليها الذبائح، خاصة المذبح النحاس. كل يهودي يقدم قرابين وذبائحه على هذا المذبح. فالآن سؤالي للشيخ زغلول النجار، كيف تسرق كلمة من سياق يهودي بتكلم عن مذابح، بتكلم عن عبادة يهودية وجو يهودي بحت، وتأخذ كلمة بدون خجل من هذا السياق وتقول دي بكة؟ إيه علاقة بكة بالموضوع؟ إيه علاقة مكة أساسا بالمكان؟ أنا بقول للشيخ زغلول اخجل يا رجل، وخليك باحث بطريقة يعني تشرف بها أبحاثك، إن وجدت أبحاث، وعلى الأقل يعني تحترم فيها الأحباء المسلمين، تقدم لهم حقائق، يعني بدل ما يعني مجرد تدليس وكذب لا علاقة له بالحقيقة على الإطلاق. هو بدون الكذب لن يثبت الإسلام، مع احترامي لكل الأحباء المسلمين يعني، لكن فعلا بدون الكذب مش حيثبت الإسلام. خليني أذكر الأحباء المشاهدين بنحن منتظرين مشاركاتكم، وبعد شوية هنبتدي ناخد مكالمات، لأنه ابتدوا بعض الأحباء النشطين يعني يتصلوا، هم موجودين معنا على الهاتف، فشاركوا ادونا أراءكم، لأنه أراءكم مهمة في الموضوع ده بالذات. قولوا لنا إيه رأيكم مسلمين ومسيحيين في اللي يعني التحريف اللي بيعمله الشيخ زغلول النجار أو غيره طبعا من الشيوخ. هل في كلمة تانية غير المذابح موجودة في المزمور أو آية بتثبت إنه المزمور ده خاص باليهود؟ طبعا طبعا. إذا الآية الأولى المسروقة المذابح. نعم. طيب في الآية رقم 6 والآية رقم 7، 6 و7 دول مرتبطين ببعض، بيشكلوا فكرة واحدة. والآية رقم 6 هي اللي أخذ منها الكلمة الشيخ زغلول. طيب أوكي. خلينا نوري المشاهدين المزمور بيقول إيه. بيقول لليهود، عن اليهود: عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا أيضا ببركات، وهم ماشينه يغطون مورة في رحلة، يعني يذهبون من قوة إلى قوة لحد ما يوصلوا فين؟ يرون، يتشافوا، يوصلوا قدام الله في صهيون. صهيون يعني ما قالش يذهبون من قوة إلى قوة، يرون قدام الله في مكة، يرون قدام الله في الكعبة أو في السعودية، المكان
المتسع يعني. يعني نقول جزيرة العرب كان اسمها في ذلك الوقت يعني. لأن هو خد الكلمة الأولى وقال دي بكة. صحيح. فبكة حوالينها المفروض يكون وصلوا للبلد. صحيح. يعني في ذلك الوقت كان اسمها جزيرة العرب. نعم. يعني. طيب بأي منطق والآيات واضحة يعني أي طفل صغير يعني يقول للدكتور زغلول اخجل يعني أنت إيه الكلام اللي بتقوله ده؟ يعني عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا أيضا ببركات يغطون أمورة يذهبون من قوة إلى قوة في رحلة. نعم. يرون النهاية نهاية الرحلة يرون قدام الله في صهيون. طيب يا شيخ زغلول إذا كانت مكة هي صهيون ما تقولولنا بقى أنتوا صهاينة وإحنا ما نعرفش ولا إيه؟ مش أنتوا اللي طول الوقت عمالين تقولوا الصهيونية ويعني بنسمع كلام كتير عن الموضوع ده دلوقتي. أنت عارفة في بعض المسلمين تطرفوا وقالوا إن صهيون هي مكة أصو قدامهم المزمور واضح صهيون هي مكة طبعا. والبعض الآخر لم يوافق وقال لا 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 صهيون ما هيش مكة ولكن صهيون أقحمت في هذا النص. يعني دخلوها اليهود جابوا صهيون من فين وراحوا دخلوها. طب ما الترابط هنا واضح لأن المذابح في صهيون يرون قدام الله في صهيون والأورشليم وكل العبادة وكل الهيكل والخيمة أيضا في صهيون. طب هي لو كلمة صهيون أقحمت في النص هل صهيون لا خليني أتكلم في الأول عن يعني اللي بيقولوا الكلام ده هل هم عندهم النص الأصلي وشافوا أنه مش موجودة في النص الأصلي وبعدين لقوا النص اللي عندنا دلوقتي هو في هم صهيون؟ عندهم حاجة أصلا ما فيش حاجة أصلا في المواضيع دي كلها لا توجد أي شيء خالص على الإطلاق. هو المسلم مفروض يلتزم بقرآنه وبالأحاديث بتاعته ده إسلامه هو ما عنده شيء آخر. إيه علاقته هو بصهيون وعلاقته بالكتاب المقدس كله يعني كل هذا يؤكد أن المسلم يعني في داخله في شعور أنه أنه في شيء ناقص. خلينا نتجه لهذا الكتاب العظيم الكتاب المقدس وهو حقيقة كتاب الكتب بدون استثناء حسب إيماننا إحنا كمسيحيين. فإذا الجزئية الأولى على كلامك طب أنت عندك الأصل عندك الأصل يعني اللي بتقول أنت إن أقحمت طيب إيه رأيك اللي بتقول أقحمت إنه كلمة صهيون وردت في الكتاب المقدس 176 مرة 176 مرة موجودة في الكتاب المقدس منها على الأقل 7 مرات في العهد الجديد كلمة صهيون فيا ترى برضو أقحمت في كل الآيات 176 مرة وليه وعشان إيه وهل لما أقحمت صهيون هل فيها مذابح ولا لا ما هي لما تقحم ويكون فيها مذابح أو ما فيهاش مذابح هنا نبتدي نفكر لكن طالما مش موجودة صهيون وصهيون مركز المذابح في العبادة اليهودية ويقول يرون قدام الله في صهيون ومذابحك يا رب الجنود ملكي وإلهي يبقى الموضوع فيه ترابط ولحمة واحدة وفكرة واحدة وسياق واحد وعبادة يهودية واضحة لكن إنما أنت تجرب كلمة يا شيخ زغلول أنا أعتقد أنك أنت في ورطة كبيرة جدا خاصة أننا أثبتنا في الحلقة السابقة أن حضرتك زورت في قرآنك بدون خجل بدون خوف من إلهك بدون احترام لنفسك وبدون احترام للأحباء المسلمين أيضا. أنا عاوز أقرأ بعض الآيات خاصة بصهيون إذا كان في وقت اتفضل يعني. اتفضل طيب هي في البداية يعني إيه كلمة صهيون عشان نبقى بس عارفين يعني إيه كلمة صهيون هو أصلا عبارة عن وأنا حاطتها كده للأحباء المشاهدين عشان يشاركونا حاشاركم بالحتة الأولى وهو اسم صهيون هو اسم عبري معناه حصن دخل إليه داود النبي وامتلكه وأطلق على ذلك الحصن حصن داود أو مدينة داود كان اسمها سيئون بعد كده العربية جاءت صهيون وكان في البداية اسم لرابية من الروابي في روابي كثير تقوم عليها مدينة أورشليم ومنذ أن نقل لها داود تابوت العهد وده موجود في صموئيل الثاني صارت مكانا مقدسا ثم بعد أن أقام سليمان الملك الهيكل اتسع نطاق صهيون ليشمل كل مدينة أورشليم يعني هي مدينة
مدينة صهيون. مدينة مبنية على روابي أو على تل أو على جبل. ومعناها سيئون. حصن، يعني مدينة سيئون. محصنة. صحيح. كان في ذلك الوقت. فهل كلمة صهيون، بس كلمة صهيون أصبحت بعد ذلك، بعد أن أصبح فيها الخيمة والهيكل، أصبح لها نظرة مقدسة في العبادة اليهودية، لأن أصبحت مكان العبادة، مركز العبادة. الهيكل هناك، المذابح، ترانيم المصاعد التي كانوا مزامير المصاعد، الترانيم التي كانوا يترنمونها ليذهبوا إلى المصاعد. حتى الرب يسوع نراه ذهب إلى الهيكل في رحلة مع يوسف النجار ومريم العذراء. فإذا أصبح لها وضع خاص. وفي المسيحية انتقل الموضوع إلى مفهوم روحي سامي وعالي جدا، فأصبحت صهيون ليس مجرد مكان في الأرض، وإنما صهيون هي المدينة التي في السماء، يعني أورشليم السماوية. فليست، لم تعد مجرد مكان، يعني زي ربما أكثر زي مكة كده للأحباء المسلمين، بعد ما قدسوها وأصبحت مكان مقدس ليهم، بعد ما كانت يعني وثنية هي. قالوا لا، ده عبادة بتاعت ربنا يعني. وعملوا نفس اللي كان بيعملوه المشركين، الطواف والحجر الأسود وكل شيء، ورجم الشيطان. الشيطان بيرجم بحجر، إزاي شيطان يرجم بحجر؟ المهم دي كلمة صهيون. أنا عاوز أشارك ببعض الآيات بسرعة. طيب شارك لنا ببعض الآيات البسيطة، لأنه أنا عندي مكالمات، ممكن سرور. ناخد آية أو اثنين وبعدين نكمل. طيب في مزمور 147:12، بس أنا عايز أوري له كلمة صهيون اللي بيقول إنه يعني دخيلة. طب أنا حوري له دي دخيلة إزاي في كل 176 مرة. أصلية كمان، يعني صهيون أقحمت والمذابح لا. طب أنت بتعترف بالمذابح يعني إن هي موجودة في مكة؟ ما فيش، يعني المذابح أقحمت على رأيك وصهيون أقحمت، ولسه في كلمة مسيحك في المزمور، مسيحك والذي كان يمسح النبي والكاهن والملك. نعم. فهل دي برضو أقحمت؟ مسيحك ده كلمة يهودية بحتة موجودة في المزمور، ورب الجنود تعبير ومصطلح يهودي بحت برضو أقحم. يعني كل دول أقحموا وانت ما شلتش، وبكة بس هي الأصل موجودة، وانت شلتها حطيتها في مكان غريب جدا، وبتقول ان هي دي وادي البكاء، هي بكة. سبحي يا أورشليم الرب، سبحي إلهك يا صهيون. أورشليم هي صهيون، وده مجرد تكرار. سبحي يا أورشليم يا صهيون، فأورشليم هي صهيون. فعار على اللي بيقول إنه دي كلمة مقحمة. إزاي مقحمة بقى؟ في ملوك الأول 8 يقول حينئذ جمع سليمان شيوخ إسرائيل وكل رؤوس الأصباط رؤساء الأباء من بني إسرائيل إلى الملك سليمان في أورشليم لإصعاد تابوت عهد الرب من مدينة داود هي صهيون. فواضح جدا. إذن في آخر آيتين عشان ما أطول على المشاهدين، مزمور 69 لأن الله يخلص صهيون ويبني مدن يهوذا فيسكنون هناك ويرسونها. مين يهوذا؟ مين يهوذا دول؟ ده سبط يهودي موجودين في صهيون، يعني مكانهم تابع لصهيون. مش عارف هل مكة تبع اليهود؟ ما أنت بتورط نفسك يا شيخ زغلول. دلوقتي اليهود يسمعوك يقولوا بس آدي الشيخ زغلول بيثبت أنه مكة دي تابعة لليهود، يروح يقول لك إحنا عندنا كمان يعني حق فيها في هذه الأماكن. آخر جزئية حقراها مزمور 48:11 يفرح جبل صهيون تبتهج بنات يهوذا من أجل أحكامك. يهوذا، سبط يهوذا وارتباطه بصهيون. فعار على كل من يقول أن كلمة صهيون هي دخيلة. وأنا بعتقد أنه واحد من اثنين، إما لا يعرف أبجديات الكتاب المقدس ألف باء لسه، أو مدلس وكاذب ولا يريد أن يواجه الحقيقة. وهم كده بيورطوا كمان ورقة ابن نوفل، لأن ورقة كان بيترجم الكتاب المقدس للعربية. صحيح. يعني هو اللي بيكتب اللغة العربية بتاعت الكتاب المقدس. صهيون موجودة باللغة العربية. صح. يبقى هو اللي حرفها، إذن هو اللي أقحمها. فانتبهوا شوفوا أنتوا بتقولوا إيه يا شيوخنا. طيب ناخد سامي من النرويج. ألو، مساء الخير. مساء النور، اتفضل. مرحبا أخ فدوى وأخ وحيد. أهلا بيك. أنا سعر بيك.
أنا لا أريد أن أكون في هذه الحلقة مسلما أو مسيحيا، وإنما أكون حايدا. تفضل. طبعا حلقتكم عن خلط الدكتور غلول النجار عن كلمة الباكا بي اي سي اي وكلمة الكلمة الباكا بي اي دبل سي اي واردة في مزمور 14:6. معليش أنا عندي 7 نقاط، مثل ما أنتم أخذتوا حوالي ساعتين أعطيني من الوقت لأغطي هاي 7 نقاط. أنا أنا الصوت بتاعه ما واضح، هل أنت واضح الصوت عندك؟ مش واضح كويس. ابعد التلفون بس شوية عشان بس نفهمك يا أستاذ سامي لو سمحت. الكتاب المقدس الملك جيمس السادس صار فيه نوعين، كلمة وادي باكا اللي هو باقي بالي، وفي ترجمة فانداي اعتبرها وادي البكاء. طبعا في وادي في كلمتين، وادي البكاء ووادي بكاء. النقطة الثانية، البروفيسور الدكتور ديفيد هام الكتاب المقدس في عام 1000 في عام في 1962 يعني حدد مش وادي البكاء، وإنما قال الباكا باكا قال وليس باكا بالي. النقطة الثالثة، الكتاب المقدس بطبعة 1984 من قبل الاتحاد الأمريكي لدراسة الكتاب المقدس اللي هو IDSA قد أضاف حرف أبوستروفي، وبإضافة بدلا من كانت CA أصبحت CA أبوستروفي CA. طبعا هذا دلالة على ما جماعة الـ IDSA بعد صدور ورقة حقوق وثيقة حقوق الإنسان قامت بتعديلات كثيرة، وقد وجد فيها. بص يا أخ سامي، أنا بحاول أسمعك يعني بتركيز لأنه الصوت عندك مش واضح، لكن إلى حد الآن أنا سمعتك، وأنا عندي لك سؤال. هل تريد أن تستنتج أن وادي البكاء المذكور في المزمور هو مكة؟ أنا مش هستنتج، أنا بقول لك إن الكتاب المقدس بيقول إن وادي البكاء مش صحيح، إنما بي اي ابستروفي بي اي هو بكا اللي هي بكا. ما هو علشان الاسم هابا خا بالعبري اللي هو وادي البكاء، وادي البكاء والاسم لا يغير، فجاءت في الإنجليزية فالي اوف بكا، فحتتغير لمدى اسم. بعدين انا سؤالي ليك، وده الموضوع الجوهري الاساسي اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، هل النتيجة لما ذكرته حضرتك انه وادي البكاء في مزمور، اسمعني يا استاذ سامي، اسمعني انا تطرقت الى 3 نقاط، هناك 3 نقاط اخرى. طيب النقطة الأخيرة تفضل، يعني حتفاجئ فيها. تفضل. النقطة الأخيرة أفاجئك فيها. تفضل. طبعا أنا راجعت الخرائط المكتبات الجامعية الراقية، تظهر أن موقع راجعت إيه؟ الخرائط المكتبات الجامعية الراقية تظهر موقع مكة وسجل عليها MAEA وليس MA-C-A. تاني أنا ما سمعت الحتة دي، ما سمعت الخرائط اللي أنت راجعتها مكتوب على مكة إيه؟ مكتوب على مكة MAEA. هذه الخرائط أو هذا المجلد تحت مسمى إيشيا، إذا أردت أن تسجله الحاضر. ثواني أنا عاوز أسألك هنا، ثواني أنا عايز أسألك هنا، مين اللي عمل الخرائط ده؟ العمل الخرائط دول عرب؟ لا، أنا بقول لك في جامعة راقية. ما أنا سؤالي لحضرتك، عرب يا إما نعم أو لا؟ ما هو سؤالك كان؟ هل اللي عمل الخرائط دي عرب؟ ده السؤال. لا، اللي عملها بريطانيين. ممتاز. فكيف نرجع إلى نطق البريطانيين لكلمة مكة
ونترك القرآن الذي يقول بكى بتشديد الكاف واثنين سي، وننسى كل الترجمات التي قدمتها أنا الأسبوع السابق، أكثر من 22 قرآن، ولم نجد في قرآن واحد إلا وكتب إم. هذا كمان سؤال يعني حلو يسألني السؤال هذا. اللغة العربية يعني زي ما تقول متقدمين في البلاغة. من المتقدم في البلاغة؟ من المتقدم في البلاغة؟ المسلمين. مين؟ المسلمين من بداية القرآن. عندما كتب القرآن كتب بالتجديد، يعني استخدم حرف التجديد. طيب يا عزيزي، هل لا لا بص يا أستاذ سامي عشان ما نطلع ونتشعب، هل الاسم الصحيح بكى أم بكى؟ ده السؤال الفيصل في الأمر في القرآن. نعم نعم تفضل. الاسم المستخدم في ذلك الوقت، ما أنت لو طولتهم لو طولت ذلك علي حضرتك مش غير تسألني السؤال هذا. بص يا أستاذ سامي، أستاذ سامي معلش، أنا أولا مش سامع صوتك بصورة جيدة، بعدين حضرتك ما بتدخل للموضوع مباشرة. أنا سؤالي بسيط جدا، سؤالي بسيط. اسمعني بس، اسمعني عشان تجاوب على السؤال، اسمعني عشان تجاوب على السؤال، اسمعني عشان تجاوب على السؤال. في القرآن هل هي بكى أم بكى؟ بس ده السؤال الفيصل. إذا كانت في القرآن بكى، يبقى حنتكلم بعد كده عن اسم بكى. إذا كانت في القرآن بكى معادلة لمكة، إذن لم يعد هناك كلام. دي جزئية، دي بسيطة لسه دلوقتي. المذابح اللي تكلمنا فيها واتكلمنا عن مسيحك واتكلمنا عن صهيون، كيف في بحث أكاديمي تخرج كلمة من سياق وتقول أنا عايز الكلمة دي بس؟ ممكن تديني تفسير الكلام ده؟ عفوا حبيبي، طول بالك علي. في اللغة الإنجليزية أو في اللغات الأجنبية يجدوا ان التجديد في اللغه في الحرف في اللغه العربيه استخدموا بدلا من الشده استخدموا ابوستروفي، وهذا الابوستروفي استخدم في بدايه او نهايه القرن التاسع عشر. يعني قبل كده ما كانش اسمها مكه؟ ما كانش اسمها بكه قبل القرن التاسع عشر؟ كانت اسمها بالشده مكه. طيب مش يا عزيزي انت بتتكلم عربي، الشده معناها اثنين كاف، بكه ده الشدة، وضعت شدة. طيب بص يا أستاذ سامي، عشان ندي فرصة للآخرين، أنا بشكرك جزيل الشكر وبشكرك من أجل اهتمامك ومن أجل بحثك، بس طالما هي موجودة ومش ممكن نقول من القرن التسعة عشر، نحن نتكلم عن قرآن مكتوب من 1400 سنة، بكى بالتجديد يعني 2 سي، فلا يمكن أن ننقل وادي كامل من فلسطين عشان نوديه مكة. عايزين كلام أفضل من كده. لو في كلام أفضل من كده مقنع، نشوف السياق بتاع الكتاب المقدس هل بيعالج أطروحة يهودية ولا بيتكلم عن أطروحة إسلامية. طيب ناخد فايز من أمريكا. ألو. ألو. أيوة تفضل. يعطيك العافية. الله يعافيك. أخ رشيد، أخ فادي معي. وحيد. كلنا واحد. تفضل حبيبي. بزن الله واحد. يعني انا عندي هلا في قمه السعاده اني انا محكي مع اثنين فهمانين بيطرحوا الامور بجديه، وحابب يطلع لي شيخ يقول انا سكتت لوحيد. بتمنى شيخ يقول سكت القمص زكريا، بتمنى يطلع واحد يقول سكته لرشيد. انا مسلم وماني عارف. ثواني انا سمعت صح، انت بتقول انا مسلم؟ انا مسلم بس وين بدي احط حالي ماني ما عارف، لاني ما لاقيها من الشيوخ يثبتوا لي ديانتي هي الصح. وبنفس الوقت انا براقب ثلاث برامج بيقدموا لي بتفاسير بوعي بكلام بمنطق كلام يوصل للقلب والعقل. انا بتمنى من اي شيخ السعوديه مصر من اي شيخ
يقدر يوصل لي فكرة الإسلام لقلبي وبعقلي أنا بكون ممنونه، وأنا راح أبقى على إسلامي إذا بيقنعوني. وإنت إيه؟ ما بيطلع واحد منهم أنا بيعهم الإسلام بجمل بما حمل. طيب هل أنت في مرحلة بحث يا أستاذ فايز؟ يا سيدي أنا لحد هلا ماني بمرحلة بحث. أنت مسلم لحد الآن؟ أنا عم بترقب ثلاث برامج وأم الزكريا وحضرتك، وفي كمان هذا الأخ رشيد اللي كان مسلم قبله. أنا حابب أنا بهدول الثلاث برامج عم ترقبهم. ليش ما بترقب شيوخ تطلع وتجاوب بمنطق وبعقلانية لحتى يخلوني أنا على ما أنا. طيب يا أستاذ فايز، أنا بشكر شجاعتك وجرأتك إنك أنت بتحكي حبيبي عن جد. ما بدها جرأة ولا بدها شجاعة؟ لا بدها جرأة ولا بدها شجاعة؟ لا بدها، لأنه في ناس كتير مش عارفين يحكوا الحكي اللي أنت بتقوله دلوقتي. كويس؟ أنا جريء وعم بتحديهم يطلعوا لي ويقنعوني أو بالأحرى يناقشوكم بالمنطق والمعقول. كويس يا أستاذ فايز، أنا سألتك منذ قليل أنك أنت في مرحلة بحث فأنت قلت لا، أنت لسه مسلم؟ لحد هلأ يعني أنا يعني ماني ملاقي حدا يرشدني. طيب تركيني أنا بالضياع. طيب ليش ما فكرت أنك أنت تصلي بينك وبين نفسك للي خلقك وتسأله وتقول له أنا في مرحلة ضياع؟ أنا حكيكم، أنا هالجملة هذه سمعتها منكم وهالجملة هذه أنا مقتنع فيها، بس كمان عايتي فرصة لهم لحتى يقنعونا أنه نحن على صواب. طيب إذا أنت اعتمدت علي أنا أو اعتمدت على الشيوخ، أنا أعتقد في حلقة ناقصة. أنا ما بدي أعتمد عليك ولا بدي أعتمد على الشيوخ، بدي أعتمد على الله وبس. تماما، هو ده الكلام، ده هو الكلام. ما تنتظر من وحيد ولا من الشيوخ ولا من أي حد أنه هو يعني يقدم لك. أنت كمان لك دور، إحنا بنعطي مفاتيح، لكن دورك أنك أنت تركع الآن وتصلي إلى اللي خلقك وتطلب منه أنه يرشدك للحق يا أستاذ فايز. يا سيدي كلامك سليم، وعلى كل حال أنا هل تحب نصلي مع بعض يا أستاذ فايز؟ هل تحب نصلي مع بعض؟ ما عندي مانع. طيب هل تحب أنا أصلي وأنت بتصلي وراي؟ بحب أسمع كلمة صلاة من تمك، وإذا بوصلت للقلب والعقل أنا بردده بيني وبين نفسي. كويس، ممتاز يا أستاذ فايز، الرب يباركك. الله يبارك فيك. اسأل ربنا وقول له يا رب أنا بشكرك من أجل محبتك، أنا بشكرك لأنك أنت أتحت لي الفرصة. كل البرامج اللي أنا بشوفها يا رب هي عبارة عن فرص أنت بتقدمها لي. أنا بشكرك لأنك أنت اعتنيت بي، أنه لا يمكن أنه يكون كل البرامج دي مجرد صدفة، ولكن ده تدبيرك الإلهي وعنايتك ومحبتك لينا. أنا بشكرك وبصلي أنه تعلن لي الحقيقة، أين الحقيقة؟ لأني أبحث عنك، أنت الإله الحق وحدك ولك كل المجد. أمين. أنا بطلب منك يا أخ فايز إذا ما كان عندك مانع تسيب الرقم بتاعك في الكنترول، إذا بتحب أن أتصل بك أنا أكون سعيد بكذا. ما أنا مشكلة، بس على كل حال عندي كلمة أخيرة بحب أوجهها لك. تفضل. وللأخذ فدوى. تفضل. أنتوا حجري الرحى. هذه أنا سمعتها من قبل من الأخذ فدوى. صحيح. أنتوا حجري الرحى. يا بس الأخذ فدوى كان ما يجي حتى تحت. تفضل. الحجران الرحى من الشيوخ لحتى ما ينطحن. أمين أمين، شكرا لك يا أخ فايز، أرجوك ما تنسى تسيب الرقم بتاعك لو سمح. إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لك يا أخ فايز. ناخد كيني، ما بعرف إذا نطقت الاسم كده صح، كيني من كندا. صح. اتفضل. أنا كيبي من كندا. سلام أستاذنا الكبير وحيد وأختنا فدوى، سلام المسيح ليكم. سلام كيمي، إزيك يا أخ كيمي؟ إزيك حبيبي، إزيك أستاذ وحيد، ربنا يبارك عملك ويبارك الأخت فدوى. شكرا. أنا طبعا لا أضيف جديد، ولكن أضيف ما فهمته كمشاهد أو مستمع لهذا البرنامج وتعليق على اسم مكة. في سياق المزمور زي ما حضرتك أوضحت،
أنه في سياق المزمور يذكر رب أورشليم. سمعني حضرتك؟ سامع كويس جدا. فإذا هل يجوز لشيوخ المسلمين أن يقولوا ورب أورشليم بدل من رب الكعبة؟ هذا سؤال. صح. وهل يجوز أن يقدموا ذبائح في الكعبة؟ وفي هذه الحالة إما أن يطلبوا كاهن يهودي أو كاهن مسيحي يدخل الكعبة ويقدم ذبائح حسب المزمور. النقطة الأخرى في نفس الموضوع، هل يسمح لست يهوذا من اليهود أن يدخلوا الكعبة ليقدموا هذه الذبائح ويسبحون رب أورشليم رب الجنود في داخل الكعبة؟ وهل يسمحون لبنات يهوذا أن يأتين إلى الكعبة ويهللن ويهتفن لرب أورشليم؟ صحيح. وهل يقوم المسلمون بالطواف في صهيون في إسرائيل يهللون لرب أورشليم؟ طبعا هي كل النقاط يا أستاذ كيمي، كل النقاط اللي حضرتك ذكرتها دي نقاط يعني منطقية وواضحة جدا يعني، بس أنا ربما أعلق على جزئية واحدة اللي هي كاهن مسيحي، لأنه لا توجد ذبائح حيوانية بعد شخص المسيح له كل المجد، خلاص كل الذبائح انتهت، فربما كاهن يهودي. ماشي، كان ده تعليق بسيط يعني. عظيم عظيم. فهل يسمح في هذه الحالة بحضور كاهن يهودي ليقدم الذبائح حسب الشرائع والعوائد اليهودية؟ وآخر نقطة، إذا لو كانت مكة هي هابك التصق بها أو تمسح بها زغلول النجار، إن كانت هي فهل يضعون تابوت عهد الرب في داخل مكة؟ هذا هو السؤال. حاشا يا رجل، هل يستطيع زغلول النجار أن يقول أننا سنضع تابوت عهد الرب، تابوت عهد رب أورشليم في داخل مكة في داخل الحرم المكي؟ أنا هعلق على الجزئية دي لأنها جزئية مهمة. شكرا لك يا أخي من ربي بارك. شكرا. سلام المسيح ليكم. لما تابوت العهد أخذ ووضع في بيت الإله داجون، سقط داجون على وجهه، فهناك في الكعبة الحجر الأسود، والكعبة نفسها مجرد بناء حجري، يعني ما هو أصنام، هو أكثر من البناء الحجري تاني. يعني الأحباء المسلمين كل يوم 5 مرات يوجهوا وجوههم شطر المسجد الحرام، شطر هذا الحجر الكعبة. طب ما هذه عبادة أوثان يعني، وأكثر من كده في عبادة أوثان إيه تاني؟ وكأن الإله هناك. لازم المسلم ينتبه يعني لما بيتكلم عن عبادة الأوثان. طب أنت بتعمل إيه؟ بترمي بحجر وبتقبل حجر وبتطوف حول حجر، هذه كلها حجارة وثنية هي، وبيرجم بحجر. يعني فدي كلها أشياء مفروض يلتفت لها يعني. طيب إحنا عندنا في أي تعليق تحب تقوله؟ لأن أنا عندنا مباشرة فاصل. على الأستاذ فايز، وأشكر الأستاذ سامي من النرويج والأخ فايز من أمريكا، وكيمي أخيرا الرب يبارك حياتهم. طيب نأخذ بسرعة فادية من إيطاليا. ألو ألو. أيوة تفضلي. سلام الرب يسوع معاكم. أختي فادية وأخويا أستاذ وحيد. أهلا أختي فادية. الرب معاكم. أنا عندي مداخلة كده بسيطة، يعني هو مش عاوزة أقول لك القناة الحياة بشكركم كتير كتير، وياريت تكون قنوات كتيرة زي قناة الحياة، زي الأستاذ وحيد وزي الأستاذ رشيد وكثير، والبلطك أعلنوا على البلطك عشان هو مهم كثير. المسلمين حيكتشفوا طريقهم، الطريق الضياع اللي هم رايحين فيه، يا ريت تعلنوا عليه. يا أخت فادية، هل حضرتك حضرتك من خلفية إسلامية؟ أيوة من خلفية مغربية. إسلامية حضرتك؟ والرب يسوع أنقذني وشلني من الظلمة اللي أنا كنت فيها، وعلى عيد العذراء باسم يسوع الرب. طيب ممكن حمودية هنا
وأنا وبنتي. نشكر الله من أجلك ومن أجل بنتك ومن أجل عمل المسيح في حياتك. أنت صلولي حضرتك صلولي صلولي. الرب يباركك. بس أنا عاوزك في يعني 30 ثانية كده بس، إيه اللي عجبك في المسيح؟ إيه اللي عجبك في شخص المسيح؟ محبته. أنا لما كنت في الإسلام كنت تايهة، كنت بنادي ربنا بقول له يا رب أنا يعني ماشية في خطوات وبقرب منك وحاسة إني بعيدة وإنت بعيدة عني. بس حصلت معايا حاجات واشتغلت عند ناس ربنا هو اللي يجزيهم ويبارك لهم في أولادهم في صحتهم. ادوني كذا كلمة في الإسلام وفي القرآن وبحثت، ومن خلال الفلتاك اكتشفت حاجات كتيرة. بمساعدة أختنا كلمة شكر الماري ومارينا وبيوربارد وكثير من الأدامل هم ساعدوني، ومن حاجات كتيرة. فكل أقرب وكل ما بحث بحس بمحبة ربي يسوع لي ولبنتي وشلني من ظلمة كنت فيها. نشكر الله من أجلك يا أخت فادية. الظاهر حصل انقطاع مع أختنا فادية. سحب نشكر الله من أجلك كثيرا. عشان هم أيوة. صدمة. أيوة تفضل يا أخت فادية. يعني أنا سعيد جدا يا أخت فادية أنه حضرتك عرفت المسيح من خلال بحث ومن خلال قراءة، وده شيء رائع جدا. الإنسان بيبحث بذاته، وده رسالة ربما لأخوي فايز اللي كان بيتصل من شوية، برضو ابحث وأنا حتصل بك يا أستاذ فايز بنعمة ربنا. شكرا لك يا أختي فادي. شكرا لك يا أخت فادي، الرب يباركك. طيب إحنا نطلع فاصل مشاهدين الكرام، فاصل قصير ونرجع لكم، خليكم معنا. قناة الحياة غيرت حياة الكثير. قناة الحياة أعطت الكثيرين الأمل والرجاء في الحياة. قناة الحياة أرشدت الآلاف للطريق والحق والحياة. قناة الحياة تجمع بين الجرأة في الطرح والمحبة المسيحية والاحترام للآخر. لدعم قناة الحياة والمساهمة في نشر رسالتها زوروا المواقع الظاهرة على الشاشة. قد انتشرت في شبه الجزيرة العربية زمن محمد كما قلت. لا يمكن أنك طلبت وسيترك، استحالة. لو كنت إله المسلمين يا رب شيل كل حاجة من دماغي إلا الإسلام. ثق أن هناك استجابة إلهية. هل عندك دليل واضح يقول بأن الله لا يمكن أن يتجسد؟ أهلا بكم مشاهدين الكرام، أنتم معنا على الهواء مباشرة، ونبتدي ناخد كمان بعض المداخلات وبعدين نكمل الموضوع بتاعنا. ملكي من السويد، ألو. مرحبا. أهلا. أنا عندي كتاب بقرأ حاليا اسمه اليزيدية التاريخ العقيدة المجتمع. يمكن حضرتك وحضرة الأخ وحيد أو ابننا وحيد لأنه أنا كبير بالأمر يمكن ما سامعين باليزيدية. لا إزاي يا رجل سامعين بها، تفضل. التاريخ ماله اسمه الأمير أنور معاوية الأموي. أوكي تفضل. الحوادث مالته اليزيدية عبدون الله وليس الشيطان. اليزيدية بريئة من دم الشهيد حسين. العلاقة بين اليزيدية والأسورية هنا يكتب النسب مالتهم أنهم هم يرجعون إلى إبراهيم الخليل حسب ما دا يقول هو بالكتاب، وبنفس الوقت هو دا يرجعون إلى محمد وعبد مناف وعبد شمس وإلى آخره من الأسماء اللي اجى محمد بيها نفسه نبي الإسلام. فبنفس الوقت لو تقرأ تاريخهم اللي هو أقدم من الإسلام بكثير يقول لك أنه جبل عرفات اللي موجود شمال الموصل، مدينة الموصل في العراق، يبعد حوالي 35 إلى 40 كيلومتر عن مدينة الموصل، واسمه جبل عرفات اللي أخذوا فيما بعد الأمويين اسم جبل عرفات في مكة.
وهذا الشيء هو بالحقيقة ليس موجود يعني في إلا في هذا. كما أنه الحجر الأسود اللي موجود عندهم في الكعبة موجود عندنا في شمال العراق في منطقة اليزيدية، وهي تقدر تسأل أي شخص يزيدي موجود في حاليا بأوروبا في 55 ألف يزيدي. ثواني خليني أسألك يا أخ ملكي، يعني أنت حضرتك بتقول أنه أنه عندكم حجر أسود أنتم كمان في منطقة اليزيدية؟ نعم، هو منطقة اليزيدية شمال إيران في الشيخان شمال الموصل. أيوة. مدينة الموصل شمال العراق سير، وهي ثاني محافظة بالعراق من أيوة. ناحية الكبر، وتبعد عنها حوالي 35 إلى 40 كيلومتر هذه المنطقة اللي اسمها جبل عرفات، والحجر الأسود في لالش. ثواني يا أخ ملكي، خلينا نكون بس يعني عشان نوصل معلومة إن كانت صحيحة نحاول نوثقها، يعني هل الحجر موثقة بالمية من قبل الأمير مالتهم؟ ممتاز. هل الحجر الأسود هذا دلوقتي أنت حددت مدينة فين؟ في المدينة في جبل اسمه لالش. جبل عرفات؟ لالش هي مو مدينة، هو معبد على جبل. أيوة. في منطقة الشيخان. شيخان؟ شيخان. شيخان. الشيخان. 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 تبعد عن الموصل قرية الشيخان. آسف أستاذ وحيد من فضلك، تبعد عن الموصل قرية الشيخان بحدود 30 كيلومتر، بعدها بحدود كيلومترين أو ثلاثة يجي هذا المعبد اللي اسمه لالش، واللي قدموا له الذبائح كما ما قدم إبراهيم الخليل ابن إسماعيل وإلى آخره، وهو يذكر بالكتاب هذه الوضعية. بنفس الوقت هم يقول لك احنا تابعين الى يزيد بن معاويه بن ابو سفيان. صحيح. ويحدد الامراء مع الامويين انهم كانوا كلهم يزيديه، يعني من معاويه والى قصي عدي بن. طيب يا اخ ملكي اسمعني، انا بهمني جدا موضوع الحجر الاسود، يعني فانا عاوز اتصل. معلش اسمعني انا عاوز اتصل. نعم. عاوز اتصل بيك واخذ المراجع الاساسيه للكلام ده عشان انا بهمني اعرف الموضوع ده، فلو تترك رقم تليفونك في الكنترول وارجع اتصل بيك اكون شاكر ليك. يعني موجود استاذ وحيد، موجود تليفوني خليتونه عندكم. ممتاز. طيب شكرا لك يا اخ ملكي، ودي معلومه مهمه جدا بالنسبه لي انا، معلومه جديده انه في حجر اسود الله موجود وانا بشكرك انك علمتني النهارده حاجه جديده. يعني طيب شكرا لك يا اخ، شكرا لك يا اخ ملكي. ناخذ امير من امريكا. الو امير، سمعنا من التليفون، لو سمحت وطي صوت التلفزيون. بدي اسمعي على التليفون، على التليفون راح انام. اي اقفل بس التلفزيون، وطي التلفزيون. وطي التلفزيون معلش يا اخ امير لو سمحت. هلو. اهلا مرحبا بك، وطي التلفزيون خالص يا استاذ امير. هلو. اهلا اتفضل. سامعينك. ما اسمعني انا بتكلم. هلو. سامعينك وصوتك. السؤال صوتك واضح جدا يا استاذ امير، بس وطي التلفزيون لو سمحت. تفضل يا استاذ امير. اريد اسال يا سيدي سيد وحيد. تفضل. باي قرن كتب الكتاب المقدس؟ باي قرن؟ اوكي. باي ايه؟ قرن اي قرن كتاب المقدس؟ حاضر. طيب شكرا لك، شكرا لك، هو ده سؤالك. شكرا لك يا اخ امير. ناخذ فايز او فواز او فوزي من المانيا. الو. الو. اتفضل. الو اختي فاديه، الاخ وحيد، اشكركم وهنيكم على البرنامج ده، وارجو انكم تواصلوا في كشف السيد او الشيخ مهبول الفشار. لا معلش استاذ فوزي، الرب يباركك، خلينا نحترم الناس. اسمه الدكتور زغلول النجار او الشيخ زغلول النجار. تفضل اكمل حبيبي. تفضل يا استاذ فوزي. ايوه، هذا الشخص بيكسب الاف ومئات الالاف من الجنيهات باستغلال شجاعة الشبان وعدم معرفتهم بالتاريخ أو بالجغرافيا. صح. وأرجو أنكم تستمروا في كشف هذه الأكاذيب وخليكم عليه طوالي، لأنه هو
بيخدر الشباب، فاستمروا وربنا معاكم. شكرا لك يا أستاذ فوزي، بس احنا كمان محتاجين صلواتكم يعني، فصلوا من أجلنا دائما، نصلي من أجلكم. أمين. شكرا لك. شكرا لك. طيب ناخد زكريا من أمريكا. ألو. ألو، مساء الخير. مساء النور، تفضل. معلش أنا سؤالي بعيد عن الحلقة شوية، يعني يا ريت لو عندك مداخلة أو سؤال في الحلقة. معلش لأنه عندنا مكالمات وعندنا لسه جزئية ما خلصناها. طيب هو سؤال بسيط وبسرعة، يا ريت عايزين نركز على اللي بيحصل في مصر لو شوية، علشان الظروف اللي راهنا وكده بس، وشكرا. شكرا لك حبيبي. شكرا. طيب يعني وصلتنا معلومة أنه حلقة يوم الخميس مع الأخ رشيد حتكون خاصة بمصر، فتابعوا الحلقة وبنعمة المسيح تعجبكم يعني. شكرا. شكرا لك. شكرا لك. طيب نكتفي كده مؤقتا. طيب عشان أنا بالنسبة للأخ زكريا بنركز على الأمور في مصر، أعتقد إحنا برضو في برنامج الدليل قدمنا أكثر من حلقة عن الأحداث اللي بتحصل في الشرق، وأخونا رشيد المبارك بيغطي برضو جزئية رائعة جدا، الرب يباركه، فحتكون الحلقة القادمة خاصة بمصر فتابعوها. بالنسبة للأخ أمير بيقول في أي قرن كتب الكتاب المقدس، هو سؤال برا الموضوع. نعم. تماما يعني. لكن على كل إن الكتاب المقدس كله كتب خلال 1500 سنة، يعني بداية من موسى كتب حوالي سنة 1500 قبل الميلاد، وحتى لو أنت مثلا تسأل على المزامير سنة 1000 قبل الميلاد كتبت تقريبا المزامير وسفر الأمثال والحكمة والجامعة و نشيد الأناشيد تقريبا سنة 1000 قبل الميلاد، ثم بعد ذلك الأنبياء يعني في تواريخ مختلفة إلى تقريبا سنة 400 قبل الميلاد كان كتب آخر سفر تقريبا. هو غالبا بيبقى عاوز الإنجيل. أما الإنجيل فهو كتب في القرن الميلادي الأول، آخر آخر يعني بشارة للقديس يوحنا ما بين سنة 95 إلى 99 ميلادية، القرن الميلادي الأول. ده آخر كتاب الإنجيل كتب في الوقت ده. صحيح، كتب يوحنا. طيب إحنا ده بالنسبة للمداخلات، بس أنا عندي جزئية برضو عايز أخلصها في صهيون إذا كان في. طيب إحنا خلينا ناخد مكالمة واحدة كمان ونكمل. ناخد عازر من السويد. ألو. ألو. تفضل. سلام. سلام أخ عازر، تفضل. سلام المسيح عليكم. أنا اسمي عزار. عزار، مرحب بك. نعم. أنا كردي من كردستان العراق. أهلا، مرحب بك. مرحبا بك. صوتي واضح مو؟ واضح جدا كمان. نعم، أنا ما عندي مداخلة على هذا البرنامج بالأخص، بس اللي عندي أحب أنطي شهادة بكل شيء. ربي يبارككم. أشكرك عزيزي. الخدمة اللي أنت تقدموه لنا ك المسلمين من قبل وعابرين عن طريق الحق وعلى إيدكم، على إيد الناس اللي فداء للمسيح مثلكم مثل حضرت. أنا آسف لغتي مو ما يعني اللغة العربية. لغتك واضحة وإحنا فاهمينك كويس يا أستاذ. نعم. عزاد، وأنا عندي لك سؤال. نعم. بعد ما تخلص. الإسلام للمسيح. أنا زوجتي وأطفالي أربعة قبل 11 سنة، وعلى فريقكم وقبل ما نوصل لهذا، أنا عايش في السويد، قبل ما نوصل للسويد ما عرف المسيح، ما كنا نعرف، لأن كان حرام نأخذ الكتاب المسيح بإيدنا. حرام تمسك الكتاب بتاع المسيح بإيدك. نعم. يعني أنا أذكر أحد المرات رجعت بيت وزوجتي كان عنده كتاب إنجيل بالكردي، اللغة الكردية، فأنا رجعته وخلت يعني استمرت الكتاب وما خلت يقرأ، لأن كل اعتقادي كان حرام وربي غاضب. طيب معلش يا أستاذ، ما عندي سؤال. طيب كان حرام، إيه اللي خلاك تمسك الكتاب المحرم ده وتقرأه؟ أي أول ما وصلت شفت الناس يدخون الأبواب وجوا لبيتنا، أول سؤال اللي سألته قلت له الرب شنو بالنسبة لك؟ قال نفس الأب اللي يأخذ إيد ابنه. زي الأب اللي بياخذ إيد ابنه، يعني في محبة بين إيد ابنه وما يخلي يصي عليها شيء، عليه يضرها شيء. صحيح. فهذا الرب فسألني نفس السؤال، قال شنو الرب إلك؟ قلت له عندي
يخليني بجهنم ويموتني ويحرقني فكان ويعذبك في القبر يعذبني في العذاب القبر. فقرأنا الكتاب المقدس وقرأت الكتاب المقدس يعني، والفضل لكم قناة الحياة اللي شفنا أبونا زكريا وأخ محمد من قبل أخ رشيد وحضرتك كل البرامج اللي عندكم يعني وراكم أشوفها بالإنترنت. أنت ليك قديش بتتابع قناة الحياة يا أستاذ أزاد؟ إذا ما أبالغ به يوميا. لا ليك قديش كم يعني سنة يومي. كم سنة من قبل؟ ما أذكر بس من مو أقل من 5 سنوات. 5 سنوات. الرب يباركك. جيت للرب إمتى؟ ليك كم سنة أنت في المسيح؟ 11 سنة. كم؟ من السنة حوالي 2000. يعني أنت ليك حوالي 10 سنوات وبعدين قناة الحياة نعم. تابعتها ف يعني أعطتك ما هو مزيد من المعرفة نعم. الكتابية. نعم، من قبل كنت أقرأ الكتاب المقدس ومعرفتي، بس المعلومات اللي أنت تعطونا والمعلومات اللي دينا محل قناة الحياة. هل أنت يعني كنت هل أنت كنت سبب في إنه ناس تيجي من خلالك للمسيح يا أستاذ؟ نعم. مين؟ نعم بسم الله، وأختي وأولادي وأهلين من رجع للكردستان وأخذ وياه كتاب مقدس. أختك وأولادك وزوجتك معها؟ معكم؟ زوجتي أول اللي صار، أول اللي دخل المسيح على طريق زوجتي، لأن يعني أول اللي بعثر طريق زوجتي. وحاليا أنا بفهم من كلامك أنكم بتحضروا برامج قناة الحياة. آمين آمين بي. نعم. نشكر نعم. الله من أجلك كثير يا أستاذ. نشكر الله، بس الفضل أنا أعرف المسيح إذا قبل 2000 سنة، بس الفكرة اللي وصلتني يعني يعني إذا أنا فكر المسيح من 10 سنوات ومن طريق المسيحيين من طريق الناس الفدائيين مثل حضرتك مثل أبونا زكريا مثل الكنائس اللي موجودة مثل ناس الأفاضل اللي يعطونا فرصة نتعرف على الرب نتعرف على الحق. أمين أمين. وصوتك ده بيوصل آمين. لكل المسيحيين وبتشجعهم بتشجعهم إن المسيحيين ما يمسكوا الكلمة وما يمسكوا الخدمة ويتكلموا مع الناس عن شخص المسيح آمين. علشان يوصلوا الرسالة أكو. للآخرين ومن آمين. خلالك آمين. شكرا لك يا أستاذ أزاد، وأنا من خلالك أشكركم ربي يبارككم بوصل من أمثالكم وقنوات من الله يخليك كل الخدمة اليد الله يخليك بوصل من خلالك لك. تحية خاصة إلى الشعب الكردي كله والشعب الأمازيغي أيضا. إذا ما عندي نقطة الأخيرة إذا في عندكم مجال كل اللغات فيها بالقناة الحياة يعني يعطونا حتى لو فرصة صغيرة حتى لو 10 دقائق باليوم اللغة الكردية بأكثر الناس حاضر. أنا دلوقتي المسؤولين في القناة بيسمعوك والرب يدبر ويفتح باب للأحباء آمين. الأكراد آمين. أيضا آمين. شكرا آمين. لك آمين. شكرا ربي لك شكرا. آمين. شكرا. آمين. طيب طيب أنا عندي جزئية عشان بس تبقى الفكرة واضحة نعم. دلوقتي في موضوع صهيون عايز أرى برضو نص يعني بعض الآيات وهرجع على طول للمزمور. في مزمور 53:6 يقول ليت من صهيون خلاص إسرائيل. صهيون إسرائيل عند رد الله سبي شعبه يهتف يعقوب ويفرح إسرائيل. كل يعني كلمات ومصطلحات يهودية مرتبطة مع بعض. يقول في إشعياء 2:3 وتسير شعوب كثيرة ويقولون هلم نصعد إلى جبل الرب إلى بيت إله يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله. لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب. فهنا الكلمتين يعني تكرار صهيون باسم وأورشليم باسم نعم. آخر. ويعني ده لو على طول دخلنا في عابرين في وادي البكاء نعم. يصيرونه ينبوعا أيضا ببركات يغطون مورا يذهبون من قوة إلى قوة يرون قدام الله في صهيون. إيه علاقة مكة وبكة بصهيون وتكون صهيون هي بكة أو أقحمت أو؟ فأعتقد أنه الشيخ زغلول النجار ورط نفسه لأنه كذب على القرآن نفسه ولم يحترم قرآنه. طيب ناخد أنت قلت في كلمة كمان في مسيحك طبعا كلمة مسيحك موجودة في المزمور في نفس السياق اليهودي بيقول في الآية رقم 9 بيخاطب الله يا مجننا انظر يا الله
والتفت إلى وجه مسيحك. فهل الإسلام فيه مسحة؟ هل المسلمين بيمسحوا الملك ولا بيمسحوا الرئيس ولا بيمسحوا؟ ما عندهم مسحة، لا يعرفون عنها أي شيء. المسحة هي الدهن المقدس الذي يمسح به ثلاثة في العقيدة اليهودية: الكاهن والملك والنبي يمسحون، فيلقب كل واحد فيهم بمسيح الرب، مش المسيح. المسيح ده شخص المسيح، لكن مسيح الرب يعني الممسوح من قبل الرب. فإذا العبادة والجو أيضا يهودي، ده في نفس المزمور. وبدون خجل ينسى كل هذا السياق ويطلع لي كلمة ويجري بيها الشيخ زغلول النجار. عجبي، لكن هو الآن أنا أعتقد مطالب الشيخ زغلول النجار أنه يرد على تزويره للقرآن. وأن أنا قدمت 22 ترجمة مختلفة للقرآن، ولا واحدة لقينا فيها BACA زي ما في القرآن. بيكذب على القرآن الشيخ زغلول. طيب في أي حاجة عن مسيحك تاني؟ عندنا مكالمة عايزين ناخدها. طيب ناخد المكالمة. طيب ناخد ريمون أو رايمن من إسرائيل. ألو. ألو. أيوة تفضل. مرحبا، بحكي ريمون من عيلبون من إسرائيل. أهلا بيك، تفضل. أخ ريمون، أنا بدي أهنيكوا على برنامج الحلو القوي الشيق اللي إحنا مستناه يوم بيوم، بيجي يوم اثنين عشان نقدر نحضره ونكسب منكم شغلات كثيرة اللي إحنا كمسيحيين بقلب إسرائيل والخلي المسيح منعرفهاش. شكرا لكم كثير كثير، كل العيلة كل البلد هنا عن جد بهنيكم، وفي كثير ناس اللي بيحكوا معكم لكن مش قادرين، فشكرا لكم كثير كثير. شكرا لك يا أخ ريمون. يعني أنتوا إذن بتتابعوا قناة الحياة برضو في إسرائيل؟ إحنا بنتابع قناة الحياة في إسرائيل كثير كثير، لكن بتوصلش كل بيت، ما فيش دعايات منيحة في إسرائيل اللي تقدر تشوف هذا البرنامج. فياريت إذا في دعايات كثير منيحة وقوية. نعم نعم بسمعك حبيبي. اللي في دعايات قوية كثير في إسرائيل اللي تقدر بلد المسيح تقوى وتكثر فيها المسيحية. طيب خليني أسألك، أنت بتقصد دعايات لقناة الحياة ولا دعايات لبرنامج الدليل؟ دعايات لقناة الحياة للدليل لسؤال جريء. هاي كل البرامج اللي بتخلينا نثبت بالمسيح ونقوى في المسيح. أنتوا عم تعطوا شغلات كثير حلوة وقوية. طيب هل أنت هل نقوى فيكم أستاذ ريمون، هل عندك أنت الإيميل بتاع قناة الحياة؟ نعم. طيب هل ممكن لو سمحت تبعت لنا بعض الأفكار اللي أنت بتشوفها مناسبة لعمل الدعاية في إسرائيل عن قناة الحياة؟ إن شاء الله. ودي برض بكون معكم اتصال. يا ريت لو تبعت بعض الأفكار، لأنك أنت عايش في المنطقة وتعرف ثقافة المكان، فبتعرف الأفكار اللي ممكن نوصل بها الدعاية لقناة الحياة حتى يشوفوا أكبر عدد ممكن ويستفيدوا. وأنا بشكر تشجيعك ومحبتك يا أستاذ ريمون واهتمامك أنك تتصل فينا وتشجعنا. إن شاء الله المسيح يكون معك والرب معك. شكرا، شكرا لك كثير. والكلام ده لكل الأحباء المشاهدين، إحنا بنحب أنه لو في أي حد عنده مشاركة، عنده فكرة، عنده رأي حابب يشاركنا بها، إحنا بنتعلم من كل شخص وبنستفيد من كل شخص. طيب شكرا لك. خلينا ناخد عبد الله من السعودية. ألو. السلام عليكم. سلام عليكم. مرحبا بك أخ عبد الله. كيف حالك؟ بسريع لأن الظاهر ما في وقت عندكم، لكن أخ وحيد عندك كلمة صهيون هي طبعا الجبل المعروف في فلسطين. ألو. معك سامعك، تفضل عزيزي. أي نعم. فكلمة صهيون إذا أطلقت على مكة ممكن أن تكون استعارة، يعني ما يمنع، لكن أنا أحب أن أنبه على شيء مهم جدا. أولا في الإسلام عندنا أن قضية وجود مثلا الزبور عندنا أنه محرف، فأي واحد من المسلمين يعني يستدل من الزبور فهو يستدل بكتاب محرف عندنا، هذا عقيدة المسلمين. فقد يكون صحيح قد يكون غير صحيح، فمن المهم جدا أن لا نعتمد هذا الكلام. يعني لو جاء الشيخ زغلول أو غير الشيخ زغلول الله يبارك فيهم جميعا، لابد أن نعرف أن هذا لا يمكن أن يكون شيئا جازما في الإسلام، لأنه لا نعترف نحن في الإسلام أن هناك كتابا صحيحا يعني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إلا القرآن.
هذا اولا. طيب بس انا بدايه عندي جزئيه، انا اولا بشكرك لانك انت انسان واضح. كتاب ده محرف، كتاب ده محرف مش عايزين ناخد منه، وده الصح. يا اما محرف مش ما ينفعش، يا اما كتاب صحيح ناخده كله بقى ما ناخدش كلمه منه. فدي اولا جزئيه. بس اللي انا ما فهمته مداخلتك الاولى انه صهيون استعاره، يعني ما فهمت استعاره كيف؟ يعني انا اخذ كلمه صهيون اطلقها على مكه واقول استعاره؟ طيب الكتاب المحرف يا اخ وحيد لا يمنع ان يكون فيه شيء من الحق، فلعل هذه الايه، يعني تعرف ان انت الان مزامير تجد في نهايه المزامير يقول هذا ما قاله داود، وهو كان يتكلم على انه سليمان. لا ما في كلام زي كذا، استنى ثواني ما فيش كلام زي كذا. اسمعني يا استاذ عبد الله، دلوقتي من الذي يحدد انه الايه دي حلوه انا اخذها حق والايه دي غلط ومحرفه وانا ما اخذها؟ مين اللي بيحدد كده؟ لا نستطيع ان نحدد شيئا يعني يا اخ وحيد. طيب يا عزيزي، اذا خليكم واضحين، يا اما الكتاب المقدس ده كتاب محرف ما ينفعش كله، يا اما ناخده كله. لكن انا مش ممكن احدد يا استاذ عبد الله واقول لا انا بس عجباني الكلمه دي، الكلمه دي حلوه نفسي فيها اخذها، ده كلام مش صحيح يعني مش اكاديمي. لا ليس الامر كذلك، لكن احنا عندنا قال النبي عليه الصلاه والسلام حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. في حديث اخر قال لا تكذبوهم ولا تصدقوهم، يعني قد يكون عندهم شيء من الحق فتكذبوهم، او يكون عندهم شيء من الباطل فتصدقوهم. على كل حال الجزئيه اللي ابغى انبه عليها يا اخ وحيد هي ان كلمة صهيون قد تطلق على مكة من باب الاستعارة، لأنه أصلا يتكلم عن الوادي نفسك فيها أنت كمان يا أستاذ عبد الله. نفسك في الآية دي بصراحة، الآية دي حلوة كده. طيب والمذابح؟ لا طيب خلينا أمشي معك، المذابح هتعمل فيها إيه؟ طيب بس أكمل هالكلمة الله يخليك. مكة فيها وادي، وفي وادي غير ذي زرع، وأيضا يا حبيبي مليون ألف وادي على الأرض، هو بس مكة اللي فيها وادي؟ وبس وادي البكاء اللي في وادي كشيء مشتهر يا حبيبي مشتهر يا انت بتتكلم عن تضاريس يعني نلقاها قاسم مشترك في اي مكان في العالم. يعني كلمني عن المذابح، انا عاوز افهم مفهومك انت في المذابح. المذابح طبعا عندنا مذبح عظيم هناك في عند مكه، معروف تذبح فيه الذبائح كل سنه. لا مذبح يعني. مذبح بترفع عليه وبتحرق عليه الذبيحه يعني بتحرقوا نعم عليه؟ نعم وتحرق هناك الذبائح الى الان. اسمه ايه ده؟ اسمه ايه المذبح ده؟ المذبح في منى معروف هذا في لا يعني انت بتحط مكة عليه الذبيحه وتحرقها بالنار وتولعها لربنا قربان؟ يا اخ اسمعني جاوب على سؤالي يا استاذ عبد الله، هل بتاخذ الذبيحه وتحطها على المذبح وتحرقها وتقدمها قربان الى الله؟ الى الله؟ لا ناكل الذبائح هناك الاضاحي، لكن احنا ما بنتكلم عن كذا. ايوه احنا بنتكلم المسيح احنا بنتكلم عن ذبائح تذبح توقد على المذبح تحرق تقرب الى الله، انما اللي انت بتعمله ده ما له علاقه بالمذابح اللي في اسرائيل. العهد القديم يا اخ وحيد، المسيح جاء وسمي باسماء وانتم لا 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 يعني لا تتبعون اليهود في كل شيء. لا معلش ده موضوع ثاني احنا ممكن نشرحه لك يا استاذ عبد الله. انا سعيد جدا بمداخلتك، بس واضح ان الوقت يعني ادركنا، وانا كنت عايز اقول انه رب الجنود ذكرت في المزمور ده بس اربع مرات، في المزمور 84 اربع مرات رب الجنود، وهو مصطلح ايضا يهودي. ويعني نسيب رب الجنود ونسيب صهيون ونسيب المذابح ونسيب مسيحك عشان ناخد كلمه بكى نحولها الى بكى فتبقى هي الصح وده كله خطا. انا بدعو الاحباء المسلمين الى يعني التريس والبحث والاهتمام وعدم توريط انفسهم في مآزق زي ما احنا شايفين كده. مش عارف الشيخ زغلول هيطلع من الورطه دي ازاي. انا طيب شكرا ليك. انا عاوزه اقول رساله كمان للاخ عبد الله اللي بيتكلم عن الكتاب الذي لا ياتيه الباطل من خلفه ومن بين يديه. فاحنا ليك عندنا مفاجآت بعدد من الحلقات عن القرآن والتحريف اللي فيه. حلقتنا خلصت، نشكركم كثير وبعتذر لكل الأحباء. تابعونا في الحلقة الجاية، طبعا حلقة مسجلة هي واللي بعدها. شكرا لكم والمسيح معكم.